طرحت مدينة الشباب في موسمها العاشر العديد من البرامج العملية التي تساعد على تنمية فكر الشباب وتساعدهم على الدخول إلى عالم الابتكار، ومن بين تلك المشاريع برنامج تصميم عربة بيع الطعام المتنقلة، حيث يخرج المشاركون في نهاية البرنامج بعربة نقل متكاملة. تدريبات عملية مكثفة قدمتها مدينة شباب 2030 من خلال مجموعة من البرامج العملية، نفذ المشاركون فيها عددا من المشاريع التي قد تفتح أمامهم أبواب العمل الحر لإطلاق مشاريعهم الخاصة. هذا البرنامج يهدف أنه ينمي قدرات الطلاب، يعزز فيهم روح الإبداع، يعلمهم طرق الفبركة، أساليب الهندسة، وشيء وايد مهم نقاط الأمن والسلامة في ورش العمل. برنامج تصميم عربة الطعام المتنقلة أحد أهم البرامج العملية التي أطلقت العنان لأفكار الشباب لإخراج طاقاتهم وإبداعاتهم، والتي قد تكون خطوة لإطلاق مشروعهم الخاص. تعلمت مهارات اللحم والجرايندينج، شيء وايد خطرين، شيء إحنا ما نعتقد البنات يقدرون يسوونه، بس في يومنا الحالي كان إحنا قاعد نتعلم بالإصرار والجهد، ومدربينا إن قاعد يدعمونا بهالشيء، والحمد لله. لو تشوفون إن في عدد عود من البنات كلهم قاعد يتعلمون هالشيء، كلهم قاعد يتخطون خوفهم ويتعلمون مهارات جديدة. عندي شغف وحب كبير للطبخ، وجيت هذا البرنامج عشان أكمل هاي الشغف والحب للطبخ. إن شاء الله في المستقبل بعد أسوي لي عربة متنقلة وأسوي فيها من الأشياء اللي أحب أسويها، يعني اللي أحب أطبخها. يعني وايد أشياء، ومن ضمنها يعني إن شلون أشتغل ويا ناس وايد، شلون أكون يعني أشتغل في أوقات يعني ضغط وهاللون، ونشتغل أشتغل في تيم وورك مثلا. أفكار متنوعة وتجارب عملية ممتعة عاشها شباب مدينة 2030 من خلال البرامج المختلفة التي طرحت على مدار شهر، تفاعل معها المشاركون وأبدعوا فيها ليخرجوا لنا في نهاية الموسم بمشروع جماعي متميز. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.